مرحبا بكم الناس الكل، موعد جديد من صحتك في رمضان. اليوم نتحدث معكم على موضوع جديد كما العادة، وتحضر معنا في البلاتو دكتورة أسماء كوشليف، أخصائية أمراض المعدة والأمعاء والكبد، واخترنا أنه معها نحكيه على القولون. مرحبا بك دكتورة. عسلامتكم الكل، رمضان مبروك يا وإن شاء الله عايشك بالصحة دايما والعافية. إن شاء الله يا ربي. الصحة والعافية ديما تتعدى من عند التونسي، وقت اللي نركزوا برشا على النصائح، نركزوا برشا على الحاجات اللي تعرض لنا ديما في الكوتيديان بتاعنا. احنا اليوم تحدثنا واخترنا انه نتحدثوا على المسرنة الخشينة، اللي هي مشكل قد يعترض برشا ناس ويتحير خاصة في رمضان، بما انه السلوك الغذائي جينيرالمون يتبدل برشا، يتأثر برشا حاجات. هات نبداو من البداية نتاع القصة ونفسروا لهم ساعة اش معناها القولون. احنا كي نقولوا القولون، شنو هو العضو هذايا وشنو وظيفته في البدن؟ هو تابع الجهاز الهضمي، هو الخراني نتاع بعض الامعاء الدقيقه تجينا المسرانه الخشينه. المسرانه الخشينه تبدا من الجنب اليمين وتطلع على حتى تحت الضلعه وتدور على تحت الضلوع الكل وتمشي حتى الجنب اليسار، وبعد كده توفى بالشرج معناتها وين يخرج الوسخ الكل. شنو هو دورها بالضبط؟ دورها هي تكمل الهضم. اش قعد هو اذا كان ياخذ المسرنه الخشينه وكل شيء المسرنه الدقيقه تمصه؟ يقعد لنا الماء والالياف والاملاح المعدنيه، واكثر بقعه اللي تمتص الاملاح المعدنيه والماء هي القولون في الجنب اليمين. ويبدا يمشي ويحاول يخرج، كي يجي باش يخرج ويزيد الماء ينقص، الماء ينقص والاملاح تنقص، حتى لين يقعد البراز كما احنا نعرفوه ويمشي ونفرزوه. به دكتوره، احنا كيف تحدثنا على الوظيفه نتاعو ونعرفوا اللي هو دور معناها عضو من اعضاء الجهاز الهضمي، هيت نتحدثوا على اعراض القولون العصبي كما انت تحدثت، المسرانه الخشينه. وقتاش نقولوا فلان عنده المسرانه الخشينه، شنو هما الحاجات اللي تظهر تبين لنا انه الشخص هذاك عنده المرض هذا؟ باهي، باش نقولوا الانسان هذا عنده مسرانه خشينه يلزمه يكون متقلق من بكري، مش حاجه جديده، على الاقل 6 شهور ولا حتى اكثر من 6 شهور، وكل شهر يتقلق وكل شهر ما عنده تعود، ما يرتاح وتعاود ترجع تمشي وتجي. هو اضطراب وظيفي، ماهوش عضوي. اش معناتها؟ معناتها ما فماش في العاده ما فماش مرض. واحنا كيفاش نعرفوا ما فماش مرض نتاع المسرانه الخشينه؟ عندنا التشخيص، تشخيص بالمنظار نشوفه، ويكون بالطبيعه تعدى على طبيب اختصاصي وعملوا تشخيص بالمنظار سفلي وعلوي، ويلقى اللي المسرنه الخشينه تبدا لاباس. بالطبيعه ساعات المسرنه الخشينه متقلقه خاطر المعده متقلقه. ساعات الانسان عنده حاجه في معدته، قرح ولا حاجه، ويحسها انتفاخ ويحس اعراض نتاع المسرنه الخشينه. معناتها باش نقولوا الانسان هذا عنده قولون عصبي يلزم يكون عامل تشخيص بالمنظار، بالطبيعه وزار الطبيب وقال راهو عندك المسرنه القولون العصبي. باش نبداو متفاهمين. شهر رمضان واحنا في صحتك في رمضان، هل عنده تاثير على الناس اللي عنده مشاكل في المسرانه الخشينه؟ العباد اللي عندهم قولون عصبي يتقلقوا اكثر في رمضان. تو نشوفوا بعدك علاش. وفما حتى عباد ما عندهم حتى شيء، يجي في رمضان يولي عنده اعراض القولون العصبي. ومشنو مع اعراض القولون العصبي؟ هو الامساك، قبض، واللي علاش؟ على خاطر شي البدن الدوره الدمويه قاعده كامله، معناتها تقعد تمشي ما تنقصش في رمضان. شنو يلزمها الدوره الدمويه؟ يلزمها الماء. الماء البدن يبدا يقتصد. مين باش يقتصد؟ باش يقتصد من القولون، ويقتصد زاد من الكلى، من البوله. تنقص، نحسوا روحنا ما عادش نمشيو للاستراحه كيما قبل. وكي ينقص الماء من يشيح البراز من المسرنه الخشينه تولي تقبض. يعني نجم يكون انسان عادي ما عنده حتى شيء في رمضان، بالطبيعه نصوموا 17 ساعه نوليو نتقلقوا اكثر. نحسوا بالامساك، فما شكون بالعكس عنده اسهاء. فما شكون كرشه تقبض ومن بعدك يعمل اسهاء. وقت اللي تقبض الكرش نحسوا الام، نحسوا انتفاخ، نحسوا كيفاش نقول يا ربي، معناتها بقلق. فما شكون حتى يولي يمشي يرد. ساعاتك الامساك هذاك يعمل بواسير، يعمل عذر. فما شكون يجرح روحه خاطر ولات يابسه برشا. فهمتني؟ هذوكم هما الاعراض نتاع القولون العصبي. وقت اللي الانسان تمشي يستراح وكل شيء يفرز الافرازات نتاعو، ترتاحك الالام هذيك ويرتاح هو اصلا. هذيك يدل لنا ان المسرنه الخشينه فيها اضطرابات. انت دكتوره تحدثت على فما ناس كما قلت انت الحاله تمشي وترجع، هما عندهم مشكله، لكن الناس العاديين اللي في شهر رمضان يولي عندهم المشكل هذا، علاش؟ شنو هو السبب؟ شنو هو الحاله اللي نتعدوا بها في شهر رمضان تخلي لنا عندنا قلق في المسرنه الخشينه؟ وانت حسب رايك علاش؟ على خاطر انا نصور لكل شيء يتعدى بالصحن اللي كل شيء يتعدى بالصحن، على خاطر المسرنه الخشينه والماكله والجهاز الهضمي متاثر بشنو ناكلوا. على خاطر اول حاجه نصوموا 17 ساعه. دونك البراز نتاعنا يبدا الشيح. يجي شقن فطر، من شقن فتره حتى للسحور ما عندناش برشا وقت. نحاول معناتها تولي الوجبات ساعه ليليه، نوليو ناكلوا برشا، نوليو نزربوا،
فما شكون يولي ياكل اكثر يسخايل هو كي ياكل اكثر معناتها من غدوه يمشي جوع اقل هو بالعكس وقتها البدن ياخذ اللي حاجته به والاخر كل يمشي يخزنه ولي سمنه دونك نوليو ناكلوا اكثر نوليو نخلطوا مالح وحلو فهمت كيفاش فما برشا حاجات تتبدل ولي ناكلوا اكثر دهنيات نقصوا من الالياف نقصوا ماكله السلطه قاعدين نشربوا اقل ماء هذوكم الكلهم قاعدين ياثروا بطبيعه ويولي الانسان يتقلق برشا حتى قلت لك الانسان العادي اللي ما عنده حتى شيء في رمضان اذا كان يولي الماكله نتاعو ماهيش متوازنه وماهيش صحيه يولي يتقلق. باهي احنا باش نجيو في مرحله اخرى للنصائح الخاصين بالمسرنه الخشينه لكن هي تقبلها الدكتوره سيغتان ما فما ديزاستيوز أباغ إن ننظموا ماكلتنا ونعرفوا شنو ناكلوا وقتاش ناكلوا، فماشي وصفات طبيعية للناس اللي عندهم قبض، للناس اللي عندهم انفاخ، غاز، غيره، شنو الحاجات اللي تنجم تعاون الناس العاديين حتى يتخلصوا من القلق اللي عندهم خاصة في شهر رمضان؟ بخلاف الدواء معناها. لا لا بخلاف الدواء. بخلاف الدواء. حيت نركزوا على حاجات طبيعية يمكن حتى حاجات تنجم تكون عندنا في الدار، ما نعرفش دي تيزان، حاجات من النوع هذا. معناتها لي تيزان هما باهيين على خاطر شي حاجة يشربونا الماء. نجموا نعملوا ترونجيه ولا نعملوا البسباس كيما نعملوا الصغار هكا ولا هكا باش نشربوا كميه كبيره من الماء وباش نقص لنا كل الالام وكل 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 انتفاخ. اي شنو نحطوا؟ نحطوا جوست التيزان ولا نحطوا البسباس الكمون الحاجات اللي متعودين بها؟ الحاجات اللي نستعملوهم للرضيع نجموا نستعملوهم للكبير. حتى الرند زاده منصوح به. نجموا نحطوا رقه رند صحيح. هيت نعطيو نصائح بالنسبه للناس اللي عندهم مسرنه الخشينه وللناس اللي تتقلق في شهر رمضان من مسرنه الخشينه، شنو ما الحاجات الخطوات اللي لازم نركزوا عليهم، الحاجات اللي نردوا بالنا عليهم، يمكن الحاجات اللي نركزوا عليهم اكثر في ماكلتنا حتى يتعدى شهر رمضان واحنا في صحه جيده ونرتاحوا من القلق هذا الكل. اول حاجه اللي عنده المسرنه الخشينه يصوم. ما يمنعوش من الصيام. يصوم ويرد باله على روحه. اول حاجه شقا فطر ديما على الماء وحاجه حلوه انا ننصح بالتمر. هو بالطبيعه هي سنه. علاش التمر؟ على خاطر فيه الياف. احنا نحبوا كي ناكلوا الماكله نتاعنا نردوا بينا اللي عنده مسرنة خشينة باش يحط الالياف. الالياف راهي هي اللي تسهل الطبيعه، الياف وشرب الماء. معناتها نشقوا فطرنا على كويس ماء ما يكونش بارد برشا خاطر بارد برشا راهو باش يشك في المعده وتولي وقتها قلق ياسر. يكون بارد اما بروده معتدله. وناخذ معها كعبه اثنين ثلاثه تمر على اقصى تقدير. على اقصى تقدير على خاطر فيهم الالياف وفيهم الاملاح. قلق وناكلوا الغله. الغله راهي كلها الياف وكلها ماء. نحاولوا نبعدوا على المشروبات الغازيه، خاطر اذا كنت تشرب الجازوز وقت الماكله اش باش يصير؟ معناتها يصير تدز الماكله، احنا نقولوا من المعده في ساعه في ساعه تمشي الامعاء تبدا ما زلت ما تهضمتش مليح. وتمشي وقتها مش مهضمه مليح وهي حلوه ومعها حاجه مالحه وتصير انتفاخ وتصير قلق في الـ في الـ في المسار نتاعنا في المسار الخشينه. ما ننساوش نمغذوا مليح باش المعده تبدا ديجا هي صايمه 17 ساعه ما تجيها الماكله بلهفه والكل راهي تتقلق برشا وتمشي شويه وقلنا اذا المعده تتقلق راهي المسرنه تتقلق. نحافظوا على معدتنا ناكلوا ببطء ما نخلطوش الماكله وبعد كيجينا وما ننساوش نشربوا الماء في كل من شقا فطر حتى للسحور وما نعديوش سحور لازمنا نتسحروا. شلون نتسحروا؟ شنو نتسحروا؟ الافضل حتى نعديو نهار من غير قلق شنو يكون السحور؟ ساعه والحاج فيويدو يمتصك الحموضه وينحيك الجوعه الكبيره في اللي تجي ماضي ثلاثه لاربعه نتاع العشيه هذيك ينقصها برشا. شنو ناخذوا في السحور؟ ديما ناخذوا الحاجه حبوب احنا نقولوا البسيسه. ناخذوا المسفوف بالحليب. ناخذوا السكر الامتصاص نتاعو بطيء. ما ناخذوش الحاجه الحلوه اللي تمشي الامتصاص نتاعها سريع اللي هي في ساعه تطلع في الدن وتنجم تجوع من بعد تطلع نسبه السكر وبعد كده تجوع الانسان. ناخذوا الخضره وناخذوا الغله وما ننساوش شربين الماء. هذوما النصائح نتاع الانسان اللي عنده اضطرابات في القولون. يعطيك الصحه دكتوره، نشكرك برشا اللي كنت موجوده بحضنا اليوم، ان شاء الله كل عام وانت حياه الف خير وان شاء الله تكون النصائح فادت الساده المشاهدين. عايشك بارك الله فيك. يعيشك. نتقابلوا ان شاء الله احنا غدوه في موضوع جديد من صحتك في رمضان، وما تنساوش اللي ديما صحتكم تتعدى باللي تاكلوا فيه باللي تحطوه في صحنكم، هذاك علاش ردوا بالكم ما تكثروش برشا من الشهاوي واختاروا شنو اللي تاكلوا، ركزوا برشا الخضره، الماء، الغله وما فيها باس كان بعد شقا الفطر نعملوا شويه مارش منصوح بها للناس اللي عندهم برشا مشاكل كما شفتوا على امتداد صحتك في رمضان. الطب الكل يركزوا على النشاط الرياضي والبدني. نتقابلوا ان شاء الله غدوه في نفس التوقيت وفي لمان.